طبعاً اللي هو راح يكون على المناطق اللي هو المحافظات، هذا الهيكل التنظيمي يعني من عندنا احنا. الهيكل التنظيمي اللي راح نتكلم عنه اليوم هو خاص بإدارة مكافحة العدوى بالشؤون الصحية، هو هيكل يعني مقترح بناء على المهام، بناء على وضع المناطق والمحافظات، ومتماشي مع هيكل الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية في بديوان الوزارة. طبعا احنا عندما نضع الهيكل التنظيمي مهم جدا انه يكون متوافق عندنا مع مهامنا، يكون متوافق مع خططنا، هو الاساس. بعد كذا نبدا بعمل الهيكل التنظيمي، لكن نقطه مهمه لازم نضعها في عين الاعتبار ان هذا الهيكل التنظيمي كما ذكرت وضع على اساس الاهداف ووضع على اساس خطط مكافحه العدوى الحاليه. هذا يعني أنه ممكن مستقبلاً يتم التغير أو يتم التحديث بناءً على التحول القادم. فخلال العام إن شاء الله هذا، بخلال العام هذا راح يكون مستمر كما هو، لكن نضع في اعتبارنا أنه ممكن يكون يطرأ عليه تغيير، ممكن يطرأ عليه تحديث في العام المقبل بناءً على وضع التحول. فهذه جداً نقطة مهمة لازم نضعها في الاعتبار. وأيضا السبب في ذلك إن إحنا حتى في إدارة مكافحة العدوى الخطة الاستراتيجية الخاصة فينا خلال هذا العام راح بإذن الله يتم تحديثها للعام القادم. عندنا نقاط وأفكار كثيرة راح تطرح في خلال هذا الإلقاء، يعني النقاش يعني زي ما قلنا حابين يكون في نقاش جماعي. أكيد أنتم اطلعتوا على الهيكل اللي تم مشاركتها معكم الأسبوع الماضي، فيهمني جدا رأيكم فيها. إذا بسم الله، الآن بنتكلم على اللي هي الهيكل التنظيمي. ما راح يكون في عرض، راح يكون بس أعرض عليكم الهيكل بشكل عام ونتناقش فيه. بداية راح نبدأ الآن مثلا مع المنطقة الشمالية. راح أسأل سؤال بشكل عام، تنظيم الإداري إحنا بدأنا من بداية السنة، بدأنا في الخطط، بدأنا في مؤشرات الأداء، كان في نقاش كبير عليها وكان في ورش كثيرة عليها ومستمرة بإذن الله خلال هذا العام. هل التنظيم الإداري مهم؟ هذه أول نقطة. طيب التنظيم الإداري يبنى على أي نقاط، وإيش التنظيم الإداري اللي أنتم ترون أنه مهم يكون موجود عشان تقولون إدارة هذه فعلا بدأت عمل ممنهج؟ فإذا ممكن بس المنطقة الشمالية يشاركونا في بأرائهم خلال هذه على السؤالين هذه. السلام عليكم. أيوة منطقة. وعليكم السلام. هدية. أهلين هالهدية، تفضلي هدية. طبعا مهم جدا الهيكل التنظيمي، أول شيء عشان توزيع المهام، ثالث حاجة عشان برضو يكون في حماس أفضل، حتى لما يكون الهيكل التنظيمي موجود نظري الناس أو الإدارة والموجود في الهيكل التنظيمي راح يكون عنده حماس إنه ينجز شغله، عشان عارف إنه فيه برضو أيضا بالمقابل فيه برامج أخرى تنجز. فمثلا الهيكل التنظيمي في إشرافي وفي إداري، فأتوقع أن كلهم يعجزون بعض. ممتاز. إذا أنت تتكلمين عن الهيكل التنظيمي بشكل خاص، لكن أنا أتكلم على التنظيم الإداري. التنظيم الإداري يشمل أشياء كثيرة. هل أنتم الآن لما بدأنا ترون أنه فعلا التنظيم الإداري ترونه بيكون له انعكاس جيد عليكم في المنطقة، وترون أنه مهم وجوده في المنطقة؟ جدا. ممتاز. طيب الآن التنظيم الإداري، إحنا بنتكلم الآن عن التنظيم الإداري. التنظيم الإداري ذكرتي واحدة من النقاط الهيكلة. طيب في عندنا مناطق ثانية وترين أن الهيكلة مهمة ورح نناقش أهمية الهيكلة. طيب في المناطق الثانية، المنطقة الشمالية، تشوفون أيضا إيش التنظيم الإداري يشمل؟ الهيكلة وش يشمل؟ أيضا يشمل أشياء قلناها ويشمل أشياء بإذن الله رح نتطرق لها مستقبلا، يعني وذكرت في أول محاضرة. أيوة، الحدود الشمالية، ريم، نواف، تبوك، سناء بالقريات. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك العافية. يشمل برضو توزيع المهام وعدم تداخل بين بعض. طيب توزيع المهام وعدم تداخلها هذا تصنفها في إيش؟ في أي نقطة؟
يعني هل أنت بس تعطي المهام وتصنفها؟ لا، في شيء نقاط محددة أو مسمى محدد نضع فيه اللي هو المهام ونكتبها. برضه الإشراف على المهام. ممتاز. يعني ممتاز، يعني إحنا المهام هي من النقاط الأساسية اللي راح نحطها في التنظيم الإداري. ممتاز جدا. يعني فهذه من النقاط، نقطة أولا الهيكلة، وأيضا المهام اللي راح نحطها. المهام تندرج تحت ما يسمى بالوصف الوظيفي. تمام. طيب صحيح. وإيش النقاط الثانية اللي أيضا اللي ممكن نضيفها في التنظيم الإداري؟ ذكرنا الهيكلة وذكرنا الوصف الوظيفي اللي تندرج تحته المهام. إيش أيضا، إيش كمان ممكن نحطها؟ معرفة الاحتياجات التدريبية للموظفين. معرفة الاحتياجات التدريبية، معرفة الاحتياجات التدريبية تندرج تحت الوصف الوظيفي. أنا لما أحط الوصف الوظيفي، أولاً أحط المهام، ثانياً أحط المواصفات والمؤهلات اللي لازم يكون لها كل فرد يعني يتصف فيها. بناءً على المواصفات والمؤهلات أقدر أعرف إيش التدريب اللي هم يحتاجونه. ممتاز. إيش أيضاً؟ معرفة الكوادر، العدد الكوادر اللي أنا بحتاجها عشان مشي البرامج حق شغل الوزارة. ممتاز. إذن أنا من أيضا النقاط اللي أنا تكون تابعة للوصف الوظيفي أني والهيكلة، أني راح أعرف عدد الأشخاص. لما أعرف عدد الأشخاص أقدر أستقطب أستقطب العدد هذا الأشخاص اللي أنا أستقطبهم، أعرف المؤهلات اللي المفروض تكون متوفرة فيهم. ممتاز. أي منطقة ثانية ممكن تشاركنا أيضا؟ الشمال. في حد ثاني ممكن عنده أي نقاط في هذا التنظيم الإداري؟ أيوة تفضلي. الإنجاز، أنه أنجز الأهداف اللي أنا حاط عليها. مين ريم؟ لها؟ مين معاي؟ سناء الرويلي. سناء، أيوة لو تقوم بس اسمكم بس عشان أعرفكم. أوكي أهلين، هلا سناء. تمام تفضلي. قلتي الإنجازات؟ أيوة. الإنجاز مثلا أنا حاط هدف ويكون في عندي إنجاز أني أنا حققت الهدف هذا. ممتاز. هذا يشمل إيش؟ يشمل أن من التنظيم الإداري بكل بساطة أني أضع خطة، الخطة الاستراتيجية، الخطة التشغيلية، الأهداف، بعدها أقيس الأهداف. هذه من أهم النقاط اللي المفروض تكون موجودة في التنظيم الإداري. ممتاز جدا. إذا إحنا ذكرنا الخطط، ذكرنا الأهداف، ذكرنا المؤشرات الأداء، هذه في نقطة واحدة، ذكرنا الهيكلة، ذكرنا الوصف الوظيفي وما يندرج تحته من مهام، من المواصفات والمؤهلات المفروض تكون موجودة في الفرد، والتي على إثرها راح نختارها، على إثرها راح نضع لهم برامج تدريبية، وأيضا بتساعدنا في اختيار عدد الأشخاص. مهم جدا. ممتاز جدا. في نقطة أخيرة أيضا ممكن تضاف كتنظيم إداري، وراح قلنا احنا ناخذها تقريبا يمكن على شهر مارس، وايضا راح تكون في اللي هو بناء دورة بناء القدرات اللي ان شاء الله بنتكلم عنها ايضا بشكل تفصيلي. نقطة اخيرة، في احد عنده فكرة؟ وعليكم السلام. تفضل. التدرج الاداري، تسلسل المعاملات والتعامل مع الإدارة. ممتاز. هذه تفصيليا في الهيكلة، هذه مهمة جدا. ليش نبغى نعرف التدرج الإداري؟ طيب محمد، ليش نبغى نعرف التدرج الإداري؟ التدرج الإداري يعني يتبع الموظف المالي القسم الرئيس القسم، بعدين مدير الإدارة، بعدين مدير العام، هكذا. ممتاز ممتاز. احنا نبغى نعرف التدرج الإداري، كل واحد يبغى يعرف من مديره، يبغى يعرف ياخذ المعلومات او الأوامر او التوجيهات من مين. انا ارفع دائما نتائج عملي لمين؟ إذا التدرج الإداري مهم جدا. هذه أيضا راح تبين وتوضح في الهيكلة. ممتاز. عندنا نقطة أخيرة في التنظيم الإداري أيضا مهمة، اللي هي السياسات والإجراءات، البوليسي والبروسيجر. السياسات والإجراءات شيء كبير جدا، راح أيضا نشتغل عليها إن شاء الله بإذن الله في المستقبل القريب على كيفية كتابتها وعلى أهميتها. إذا أيضا من النقاط اللي هي المهمة السياسات والإجراءات. شكرا لكم منطقة الشمال، الله يعطيكم ألف عافية. طيب الآن إحنا بنتكلم عن الهيكل التنظيمي، نبغى نتكلم نناقش هذا الموضوع مع المنطقة الشرقية. المنطقة الشرقية زي ما قلنا بنضم لها الرياض والقصيم. على أي أساس نضع الهيكل؟ الآن إحنا نبغى نضع الهيكل التنظيمي لنا كإدارة، كإدارة مكافحة العدوى عندكم في المنطقة. طيب إحنا جلسنا الآن، على أي أساس تبغون تضعون هيكلتكم؟ وش رأيكم؟ السلام عليكم. عليكم السلام. من القصيم. أهلا طفلة، تفضلي. هلا بك.
أحط الهيكل الإداري بناء على العمل الموجود عندي، بناء على الخطة الموجودة عندي. ممتاز جدا. بناء على خطة الإدارة الموجودة عندي أنا أضع عليها الأهداف الهيكلة. رائعة طفلة، ما يعني صراحة إجابة رائعة فعلا. أنا عشان أضع أول نقطة قبل ما أبدأ أي شيء، لما أضع الهيكل يجب أن تكون على أساس خطتي، يجب أن تكون على أساس أهدافي، بناء عليها لما أضع الخطة والأهداف بعدها أبني الهيكلة، وليس العكس. لازم ننتبه، وليس العكس. المهم والأساس أضع الخطة الأهداف وبعدها أبني عليها الهيكل التنظيمي. ممتاز طفلة، الله يعطيك ألف عافية، شكرا لك. طيب في نقاط أخرى أيضا تحبين تضيفونها على أساس نضع الهيكل؟ علياء معاش من الإحساء، ممكن وضع الهيكلة حسب حجم المنظمة، عدد إداراتها، فروعها وأقسامها، وطبيعة الأنشطة التي تقام في نفس الإدارة. ممتاز، صحيح 100%. أنا لما أضع الهيكلة أبنيها على كل النقاط التي ذكرتيها، أبنيها على حجمها، أبنيها على القدرة فيها، أبنيها يعني على رؤية متعمقة جدا في إدارتي. ممتاز جدا، إجابة رائعة. طيب من أيضا المنطقة الشرقية عندكم نقاط أخرى ممكن نضيفها على أسباب اختيار الهيكلة أو وضع الهيكلة؟ طيب نقطة يعني هل أقدر أبنيها على العنصر البشري؟ هل العنصر البشري مهم؟ ترون أهميته؟ نعم، إحنا نحتاج القوى العاملة، يعني القوى العاملة ومؤهلاتهم. ممتاز ممتاز. عندي أنا لازم العنصر البشري، هذا شيء مهم. يعني بمعنى أنا كفكر أضع هيكلة رائعة، لكن أنا ما عندي عنصر بشري يخدمها، هذا شيء بيأثر على الهيكلة. لذلك لازم أنظر للعنصر البشري، لازم أنظر الخبرات اللي عندي، لازم أنظر لقدرتهم على إعطائي العطاءهم في العمل اللي ممكن نؤدي أو نقوم فيه. إذن العنصر البشري جدا مهم. هذا من الأشياء اللي هي النقاط الثلاثة اللي ذكرت الآن، من أهم النقاط اللي نحطها تكون أساس على وضع الهيكلة. طيب الآن أنا في إدارتي، تمام، أنا في إدارتي، ما زلنا في المنطقة الشرقية، ما زالت فيه مناطق ما شاركتنا حابين نسمعهم، سواء كانت الشرقية أو كانت الرياض. الآن عندي بضع الهيكلة، من الأشخاص اللي المفروض يضعون الهيكلة برأيكم؟ من الأشخاص اللي المفروض يضعون الهيكلة في الإدارة؟ السلام عليكم، جميلة وطير حفل بعض. أهلا جميلة، تفضلي. مدير مكافحة العدوى. ممتاز، مدير مكافحة العدوى مهم وجودة أيضا. بالإضافة إلى أنه ممكن يكون في ميتينج أو كوميتي يجتمعون ويسوون هيكلة تنظيمي. صحيح، من اللي ترين أنه ممكن يضيفون في وضع الهيكل التنظيمي؟ يعني من الأشخاص اللي يعني يسوونها إيه؟ ترين أنهم مهمين، يعني ترين أنهم مهمين، يعني وجودهم أنتم مثلا في إدارتكم، قلتي مدير مكافحة العدوى لأن له رؤيته له توجهه. صحيح 100%. طيب من الأشخاص اللي ترين أنهم مهمين أيضا يكونوا مشاركين في وضع الهيكلة؟ المسؤولين عن البرامج ممكن يكون لهم رأي. صحيح، أتفق معك، يكون لهم رأي. طبعا يكون لهم في رأي، ما يكون في أي اعتماد لأي هيكلة. مثلا إحنا اعتماداتنا في الهيكلة لازم جميع البرامج عندنا يطلعون عليها ويوضعون رؤيتهم. ممتاز. في أحد عنده إجابة أيضا إضافية؟ أنا عندي إجابة إضافية. أي تفضلي. ممكن الشخص اللي مسؤول مثلا أو منسق للجودة في الإدارة. ممتاز، صحيح، عنده مثلا خبرة إدارية في الموضوع، ممكن تكون نظرته مثلا مختلفة عن أي موظف ثاني أو منسق لأي برنامج ثاني خصوصا هيك. 100%. من معي؟ طفلة منطقة. أهلاً طفلة، معلش أسقط شوي عندي ترى. أوكي ممتاز، والله إجابة رائعة طفلة. صحيح 100%، إنه ممكن يكون عندي أيضاً الجودة يكونوا من المشاركين فيها. إذا قلنا مدير مكافحة العدوى والجودة، في أي أحد حاب يضيف الأشخاص الثانيين يرون أهميتهم؟ أيوة دكتورة. تفضلي. تفضلي أمينة. السفير التميز الإداري. والله صحيح معك، ممتاز. شوفوا أنتم الآن حقيقة، والله أمينة صادق، صحيح كلامك 100%. الآن إحنا قاعدين نعمل معاكم ونشتغل يعني في خلال هذا العام بهدف أساسي، وأن أنتم تكونون فعلا سفراء لنا في إداراتكم، وتكونون أساس للتغيير وأساس للتطوير. 100% إجابتك صحيحة، وشكرا عليها. طيب
ايضا بالاضافه الى الى الى, إلى ما تم ذكره، ممكن ايضا اللي عندنا احنا من من الاداره من الاقسام اللي عندنا اللي هي وحده التخطيط والمتابعه والتقييم. التخطيط ايضا مهم وجودهم معنا ايضا في وضع الهيكله هذه. ايضا الاتش ار اذا كان انا عندي قسم اتش ار ايضا مهم وجودهم. ليش؟ لان قلنا العنصر البشري مهم، معرفه اعدادهم معرفه مؤهلاتهم، ايضا هذول بيساعدون ايضا في وضع الخطه الصحيحه. الله يعطيكم العافيه المنطقه الشرقيه، شكرا لكم. بنروح مع المنطقه الجنوبيه. طيب الان احنا وضعنا الهيكل، طيب وضعناه باسماء الاقسام. طيب احنا عندنا الـ ايضا ايش ممكن في الهيكل نفسها نضيف عشان توضح فعلا العمل. احنا قلنا الان زي ما تشوفون الان وضعناها باسماء الاقسام، وش ممكن ايضا نحط عليها بنفس الشكل ايضا؟ اي تفضلي هيفاء. معلش دكتوره، السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا هيفاء. هيفاء البيشي من بيشه، اهلين هيفاء. بعد ما وضعنا الأشخاص في الهيكل التنظيمي نبدأ نحدد مسؤولياتهم ومهامهم اللي مطلوبة منهم يعني بشكل مبسط في الهيكلة. ممتاز، صحيح لازم نضع اللي هي المهام الخاصة في كل إدارة من هذه الإدارات، صحيح كلامك 100%. بعد كذا ممكن أن نحدد يعني التواصل، مثلا في بعض أقسام يعني تكون مرتبطة بقسم آخر، يعني يكون بينهم تواصل سواء التواصل كان داخلي أو خارجي. صحيح. من خلال البرامج تبعتهم. صحيح. طيب احنا بنتكلم عن نقطة التواصل، ان نقطة التواصل جدا مهمة. التواصل بين الادارات زي احنا ما نشوف مثلا هنا قسم الترصد ومكافحة التفشيات، قسم التخطيط والتطوير، وقسم ادارة البرامج. الان حطيناها بشكل منفصل، لكن شوفوا في اتصال بينهم افقي، صحيح؟ هذا هل يعني يعني ان كل ادارة الان منفصلة بعملها عن الادارات الثانية؟ هم منفصلين ومرتبطين في نفس الوقت. ممتاز. هم ما في انفصال تام، تمام؟ هم صحيح. ما في انفصال تام، بس ممكن إدارة التفشيات عندهم رول في التبليغ وفورمات معينة، الترصد الوبائي نفس الشيء، لكنهم في الأخير يجتمعون في نقطة واحدة أنهم مثلا يشتركون في الـ HAI في الهوسبيتالز، مثلا لو كان عندي أوت بريك يرجع للسرفينس في الترصد الوبائي. وممكن يرتبطون، هل ممكن يرتبطون مثلا بوحدة التدريب؟ نعم. والتخطيط؟ ايوه يرتبطون. طيب والتطهير الايدي معاهم كمان، لانها كلها تاثر مع بعض. انت قلتي جمله رائعه، انه في البدايه انه في ارتباط وعدم ارتباط، في ارتباط غير مباشر وغير مباشر. هذا الصحيح، كل اداره من الادارات الامامي الموجوده حاليا فعلا هي منفصله بعملها لكن مرتبطه. احنا هدفنا مو في هدفنا لما نضع المخطط او التخطيط بهذا الشكل ان نفصل كل اداره عن الاداره الاخرى، لا، احنا هدفنا تنظيمي، لكن فعلا مثل ما تفضلت هيفاء لازم يكون في ارتباط غير مباشر بين الادارات، وهذا الارتباط مهم جدا. احنا ما نبغى كل اداره او كل قسم يعمل بمعزل او بجزيره خارجيه او بعمل او بقسم خارجي او باداره كانها اداره خارجيه منفصله عن الثانيه، ولا في اداره تعرف عمل الثاني. لذلك دائما حتى مع وجود المخطط من اهم النقاط في التنظيم الإداري، وهذا اللي أنا صراحة يعني أشجعكم عليها، اللي هي الاجتماعات الدورية. كل إدارة لازم يكون فيه اجتماع دوري على الأقل أسبوعي، كل إدارة تبين وش أعمالها. زينا إحنا هنا في الإدارة إحنا عندنا اجتماع أسبوعي لرؤساء الأقسام، لازم يتم فيه تقديم إيش اللي صار بالأسبوع الحالي، يكون فيه مثلا حتى المشاريع لما يتكلمون يطرحونها، تكون في إدارة ثانية لها رأي ويتشاركون فيه، عشان هذا هدفنا في النهاية هي تطوير العمل. ايضا في كل اداره لازم يكون لها اللي هي الاجتماع الداخلي فيها. الاجتماعات صحيح انها يعني لا تعتقدون انها يعني عمل ممل او عمل روتيني، فيه تبادل للخبرات انت ما تشعر الا في نهايه العام الا لها تاثير كبير. طيب ايضا في من النقاط المهمه، احنا لما نسوي الهيكل بهذا الشكل مهم جدا تحديد اسماء الاشخاص. لازم في كل قسم احدد اسماء الاشخاص الموجودين فيه. هذه من ايضا يعني ممكن نفس الشكل هذا الان الهيكل تضعون مقابل له نفس الشكل وبنفس الألوان، لكن بدل القسم هذا أو مثلا مدير إدارة مكافحة العدوى يكتب اسم الشخص. هذا أيضا من الأشياء المهمة عشان زي ما تفضلت هيفاء التوضيح ويكون فيه تنظيم للعمل. طيب إيش الأشياء الثانية اللي ممكن يعني المنطقة الجنوبية تشاركونا فيها من ناحية الهيكلة؟ يعني مثلا أوكي أنا ممكن أعطيكم إياها بشكل مباشر.
أنا عندي الآن إيش المنطقة الجنوبية، إيش معنى الخطوط الرأسية، وإيش معنى الخطوط الأفقية، وإيش معنى هذه المربعات، وفي أشياء ثانية اللي هي بأشكال دائرية، وفي خطط يعني مستمرة، وفي خطط متقطعة. فهذه كلها أسئلة يعني أنا حابة أنكم تعطوني رأيكم فيها، إيش معناتها هذه النقاط؟ ترتيب المهام يا دكتورة، ترتيب المهام الوظائف حسب درجة الأهمية. هذه صحيح، أنت الآن حطيت زي ما تفضلت، حطيت الشخص الأهم في الأعلى، وبعدها تبدأ الأقسام في اللي هو الأهم في يعني الأهم في المهم بهذا الشكل. فنضع في البداية مثل ما تفضلت في الأعلى، أعلى القمة الهرم اللي هو المدير، وبعدها يبدأ اللي هو رؤساء الأقسام، وبعدها يبدأ رؤساء البرامج والفرق. ممتاز، هذه واحدة من النقاط. صحيح، في حد أيضا ممكن تشاركونا فيها؟ المسؤولية أو نسميها السلطة الإدارية أو المسؤولية، يعني مين اللي يكون أعلى من مين، والتبليغ عشان ما يكون في ازدواجية في العمل. ممتاز، يعني من صحيح. إذا أنا بأضع فيها أو حدد فيها الأشخاص، أعرف كل شخص من ماسك أي 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 قسم، ومن المسؤول فيه، من المدير فيه، وأنا أي ريبورت مين، والمفروض أنا يجيني الأوردر من مين. ممتاز، كمان إيش الشكل هذا أيضاً إيش يساعدنا؟ إذا عرفنا إحنا اللي هي تكلمنا عنها الخطوط الأفقية، الخطوط العمودية، مين رئيس مين، هذا اللي إحنا تكلمنا عنه الآن. إيش كمان؟ إتاحة نظام الرقابة. تفضل. إتاحة نظام الرقابة على الموظفين. قصدك إن صحيح مثل إيه صحيح بالضبط. أنا إذا أنا أعرف إني أنا مسؤول عن مين من الموظفين اللي أنا مسؤول عنهم، فبالتالي أعرف أتابع مين. ممتاز، صحيح، واضح. إذا أنا مثلا في قسم الترصد، أعرف إن أنا اللي هي اللي تابع لي اللي برامج التفشيات والتقصي والأي أم آر. ممتاز. وش ممكن أيضا يساعدنا الشكل؟ وش النقاط الخطوط الأفقية ماذا تعني لنا؟ حجم إدارتي، إيش البرامج اللي أنا أنفذها في المنطقة، إيش اللي موجود عندي. ممتاز، إذا الشكل عندي بشكل عام يعطيني فعلا، أنا لما أشوف هذا الهيكلة أعرف حجم إدارة الإدارة هذه. يعني أنا شخص خارجي، لما أول شيء ممكن أطلب كشخص خارجي هيكلة الإدارة، فلما أطلع على هيكلة الإدارة أعرف فعلا حجم الإدارة، أعرف فعلا حجم، ممكن يعطيني هنت على الأشخاص اللي فيها من الهيكل، لما أكتبها بالأسماء الأشخاص أعرف فعلا الأقسام الموجودة فيها وحجم العمل فيها. صحيح، 100%. أيضا طيب الخطوط الأفقية، أنا يعني ما زلت مثلا إحنا ذكرناها، بس ممكن يعني نعيد عليها. الخط الأفقي اللي نشوفه مثلا بين إدارة البرامج وقسم التخطيط والتطوير وقسم الترصد، الخط الأفقي وش يعطينا هنت على إيش؟ ارتباط البرامج مع بعضها، تواصل. ممتاز، إذا هذه علاقة، العلاقة والمشاركة والتعاون بين بعض، دائما إذا كانت على مستوى واحد يعطينا في مشاركة وتعاون بين الأقسام. طيب عندنا الآن انتهينا من خط العمودي وانتهينا من خط الأفقي، عندنا المربع هذا، هذا يدلك على الوظيفة، هذا الشكل المربع يدل على الوظيفة. عندنا أشكال أخرى، عندنا أشكال الدائرة، مين موجودة هنا؟ الدائرة ترمز عادة للجان، تمام. عندنا طيب احنا نشوف هنا الخط المتقطع، الخط المتقطع حطيناه بين اللي هو برنامج التفشيات والار ار تي وبين المدير العام بشكل مباشر. الخط المتقطع يعطينا ان في هذا شيء للاستشاره، يعني انا بستشير علاقه استشاريه، هذه نقطه. ايضا يعطيني هنت ان هذه علاقه غير رسميه، مو علاقه اللي هي اساسيه، علاقه غير رسميه تعتبر. هذا المقصد بالخط المتقطع. طبعا الاكثر خبره في عمل هذه مثل الاشياء اللي هم الجوده، يمكن حتى يكون عندهم افكار اخرى او افكار يعني اكثر، لكن هذا اللي احنا استخدمناها اللي تمثل عندنا عملنا بالاداره. طيب احنا الان استخدمنا شكل افقي، طيب في اشكال اخرى للهيكل ذكرناها سابقا، احنا قلنا في اشكال عموديه، في اشكال دائريه، كل اداره تستخدم الشكل المناسب لها. عندنا نقطه مهمه، طيب انا سويت انا بالشكل هذا الان اللي هي هيكله الاداره، هيكلة إدارة مكافحة العدوى. طيب فوق مدير مكافحة العدوى، فوق مدير إدارة مكافحة العدوى، من يكون عندكم بالمناطق؟ مدير العام. اتفضل. الصحة العامة. الصحة العامة، ممتاز. إذا إحنا الآن هيكلتنا موجودة، لكن هيكلتنا هذه هل المفروض أنها تكون منفصلة؟ ما لها علاقة بالمديرية؟
لا تكون مرتبطة ارتباط تام بالمديرية. أكيد، إذن لازم تكون مرتبطة ارتباط تام بالمديرية، لازم تكون على نفس الثيم حقها. حتى تشوفون الألوان إحنا هنا مختارين، مختار ألوان الوزارة. إذن إحنا لازم تكون على ثيم واحد، لازم يكون في تناسق مع هيكلة المديرية بحد ذاتها. يعني هذا اللي إحنا لازم نراعيه دائما، ما تكون إحنا الهيكلة حقتنا شاذة عن اللي هو الهيكل العام للمنظمة اللي إحنا تابعين لها. هذا أيضا من النقاط المهمة. طيب شكرا لكم. المنطقة الجنوبية، ممكن ننتقل للمنطقة الغربية. بنسألكم على فائدة الهيكلة، وش فائدة الهيكلة في رأيكم؟ في بعض النقاط اللي احنا ذكرناها في خلال نقاشنا ذكر فيها بعض فوائد الهيكلة، لكن إذا هي حتى ذكرت ما في إشكالية إنكم تعيدونها. تفضلوا. المنطقة الغربية. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. من فوائد الهيكلة اللي هي نقدر نعرف المهام لكل فرد، بالإضافة إلى آلية التواصل بين كل برنامج وبرنامج للوصول إلى مدير الإدارة. ممتاز. إذن إحنا عشان نقولها بشكل رسمي اللي يسمونها خطوط السلطة وخطوط المسؤولية، من أنا كمدير، من أنا مسؤول عن مين، هذه من النقاط. أيضا التبعية الإدارية، أنا تابع لمين. تفضل أحمد العرفي المدير المنورة. تفضل احسن احمد. الله يعطيك العافيه. طول كما تفضل زميلي، اللي هو انه ما يوجد مشاكل في فهم التعليمات، العمل الجماعي يكون فيه يعني ما تحدث تغييرات كبيره في الادوار والمهام، يعني هذا كله يؤدي الى استقرار الاكبر. العاملين كلهم يعرفون جيدا مديرهم يعني، ويستجيبوا لأوامره وملاحظاته، لأن التسلسل الهرمي بسيط، يكون بسيط للغاية ومعروف المهام لكل شخص. إنهم يكون في قابلية، يعني في لويالتي في القسم، يعني أنا أرفع المين، يعني أدي ملامح الترقية تكون أوضح. تنظيم فعلا فعلا صحيح كلامك. اذا عشان ممكن الخصها معك احمد، اولا بتكون عندكم التنظيم واضح، بيكون عندي، ما يكون فيه، عشان نستخدم الكلمه يعني تفهم بشكل حتى اوضح، انه ما يكون في عندي ازدواجيه. يعني انا ما يكون عندي مثلا احمد ومحمد مثلا في نفس الاداره، مثلا انتم عندكم بالمدينه، الهيكل غير واضحة، بالتالي يكون في ازدواجية، تلقى في نهاية السنة أنت ومحمد قاعدين تشتغلوا نفس الشغل، بالتالي أنت ضيعت جهد وضيعت وقت، وكان ممكن يستفاد من جهدك في شيء ثاني. إذن الهيكلة أيضا زي ما تفضلت تمنع الازدواجية هذه، تمنع أن يكون في عدم وضوح في العمل، عدم وضوح في المهام. هذه نقطة جدا مهمة، شكرا لك أحمد. أيضا وايضا من ان انت قلت لي النقاط ايضا اللي قلتها، اللي توزيع المهام او توزيع العمل يكون واضح بين الاشخاص، فعلا هذه حقيقه، هذه من النقاط ايضا، هذه تعتبر نقطه ثالثه معنا. ايوه، من انت ايضا فائده الهيكله من النقاط اللي ذكرناها. ايوه، منطقه الغربيه، انا سمعت مكه والمدينه، جده، رولا، القنفذة، تسنيم. تسنيم من القنفذة. تفضلي تسنيم. أهم حاجة يعني أن كل موظف يعرف مهامه بالتفصيل، يعني لما يكون في هيكلة واضحة وباسم كل واحد، يكون يعرف كل واحد إيش يسوي بالضبط. هذه أهم حاجة تفيد طيب الموظف وتفيد الإدارة. طيب أنت الآن مثلاً عرفنا الهيكلة وعرفنا المهام، هل الهيكل بالشكل هذا تساعدك أنت تسنيم أنك تتوقعين أنه كم أنا أحتاج من شخص في هذه الإدارة؟ أكيد طبعاً. ممتاز. إذن هذا من النقاط اللي بتساعدك في الهيكلة، أني أنا بتعرف عدد الأشخاص اللي أنا أحتاجهم، عدد الأشخاص اللي أنا أحتاجهم في الإدارة، هذا من النقاط المهمة. طيب أكثر شيء أعجبني في الهيكلة هذه اللي هو وجود مساعد مدير مكافحة العدوى، هذه حاجة مرة مهمة، يعني يمكن يعني في المناطق الكبيرة يحتاجونها، بس برضو حتى في المناطق الصغيرة ضرورية جدا أشوفها. أتفق معك. طيب ليش المساعد تحسين أنه مهم؟ أنت اشترين عمله المفروض يكون يعني مثلا في حال يعني المدير معروف المدير مكلف بأشياء ثانية، فالمساعد
يعني يساعده في المهام، يعني يتابع العمل أحيانا. يعني المدير ما هو من صميم عمل أنه يجلس يتابع كل يوم وكل ساعة وكل شيء، بتكون صعبة عليه يعني. فلما يكون في مساعد يولي مهمة المتابعة الدورية، أوكي المدير يتابع بس برضو المساعد يعزز الدور، هذا شيء مرة ممتاز. ممتاز فعلا حقيقة كلامك، عشان كذا أصلا اللي كانوا أول يطلق عليها نائب مدير مكافحة العدوى ينوب عنه لما يغيب، لكن لا اختاروا كلمة مساعد. مساعد هو الحقيقة، وهذا المفروض لكل مدير لازم يكون له مساعد يساعده في أداء عمله. كلامك صحيح 100%، لكن أحب أضيف أن كونك مساعد هذا لا يعني تفرغك التام. أنتم تعرفون إحنا عملنا عندنا البرامج كثيرة والأعمال كثيرة، فصعب التفرغ التام. لذلك دائما نضع المساعد لكنه يكون فعلا مسؤول عن نقاط أو مسؤول عن برامج أخرى. إذن هذا من النقاط اللي أيضا نشجع عليها، أنه لازم يكون عندك مساعد لكن لا يشترط له التفرغ. شكرا لك، شكرا لك تسنيم، الله يعطيك العافية. طيب رولا جدة. السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا رولا تفضلي. الهيكل التنظيمي بيفيدنا برضو في متابعة سير عمل الإدارة، هيكون أسهل لنا لما نجي نتابع سير العمل. موجودة عندنا البرامج، موجود عندنا الأقسام، كل حاجة، فسهل عندنا إنك تتبع سير عمل الإدارة هو ماشي كويس، بتتابع برامج زي كذا. أوكي أوكي، معناته إنك تقولين إنه يعني بينظم لك أو يوضح لك أنت فعلا رؤيتك، أنا أتابع مين وش المهم. هذا من النقاط أيضا صحيحة المهمة. طيب إحنا زي ما قلنا من النقاط أيضا حتى ذكرناها، ترى العلاقات اللي هي الأفقية والعمودية هذه تساعدني على أن يكون فيه العلاقات بواضحة بالنسبة لي. أيضا عندي الآن لما أشوفها بهذا الشكل أعرف حجم إدارتي، حجم إدارة هذه صغير، حجم إدارة كبير، هذه أيضا من النقاط المهمة. طيب أنا مثلا حجم إدارتي زي ما قلنا لازم يكون متناسق مع المديرية، مثلا الإدارات الثانية لازم أعرف أنا الإدارة اللي أنا تابع لها هل هي تحتوي على إدارة واحدة أو أكثر من إدارة. إذا أنا لا يكون بس ارتباطي فقط بإدارتي، لازم أيضا أرى الإدارات الأخرى في منظمتي، هذه من الأشياء المهمة. عندي أيضا الأنشطة، لما أنا أشوف الهيكلة بهذا الشكل زي ما ذكرنا المهام 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 كانت نقطة مهمة تذكر، يعني ذكرت من أكثر من شخص، هذه الهيكلة توضح لي الأنشطة داخل الإدارة، النشاط إيش يعني. أنا كشخص خارجي أعرف الإدارة هذه وش أنشطتها. إحنا لما تجي معنا إدارة خارجية وأعطيناهم الهيكلة بسهولة لما سووا حوكمة الخدمات، حتى ترونها ممكن تلقونها عندنا بموقعنا، حوكمة إدارات حوكمة خدمات إدارة مكافحة العدوى، بسهولة وهم أشخاص خارجيين وغير فنيين، الهيكلة ساعدتهم يعني كانت وضحت لهم فعلا إيش هو أنواع الأنشطة، وبالتالي سهل لهم في تقسيم الأعمال معنا. هذه من النقاط يعني في أكيد الهيكلة لها فوائد كثيرة، لكن هذه يعني حاولنا أنها نختصر أهم النقاط. طبعا اللي هي عندنا أيضا يعني لو حتى رأيناها بشكل عمودي من خلال مدير إدارة مكافحة العدوى، نفس مدير إدارة مكافحة العدوى يعرف قنوات الاتصال حقتها، يعرف هو يتصل بمين، يعرف to report to whom. طيب إذا احنا تكلمنا عن الهيكلة بشكل عام، طيب احنا بنتكلم الان على يعني نوعا ما اللي هي التقسيمات الموجوده داخل الهيكله. طيب ممكن اي شخص اي يعني يشوف يعني كمدير اداره مكافحه العدوى يعطيني ايش هي مهمه مدير مكافحه العدوى برايه؟ تنظيم العمل بين الموظفين. ممتاز، هذه من النقاط فعلا مهمة، تنظيم العمل بين الموظفين، لأن عنده رؤية، هو جميع زي ما تشوفون هو تصب عند جميع الإدارات. طيب إحنا عندنا كهيكلة موجودة حاليا مهم إنه يعني ما تكون، ترى من النقاط الأساسية فيها إنها ما تكون معقدة، ما تكون معقدة ويكون فيه مدير ورا مدير ورا مدير ورا مدير، بالتالي عشان يصلون للمدير العام يمرون بعشر أشخاص، هذه من الهياكل اللي تكون يعني مؤثرة جدا في العمل. لكن مثل ما نشوف قدامنا الهيكلة نوعا ما مبسطة، ما يكونون جميع الإدارات يروحون للمدير. يعني بعض الهياكل اللي وصلتني أن مدير مكافحة العدوى وحاطين جميع البرامج يرتبطون دايركت بالمدير، هذا بيأثر، المدير ما يقدر يتابع بهذا الشكل. لازم يكون في نوعا ما تنظيم، نقسم البرامج المتشابهة في قسم منفصل يكون لها مدير، والمدير هذا يرتبط بالمدير العام. إذا المدير العام يجب أن تصب عند جميع البرامج أو جميع نتائج الأعمال أو جميع ما يتم في داخل الإدارة. هذه فعلا من النقاط الأساسية. أيضا
كمدير إدارة مكافحة العدوى وش الأشياء المهمة أيضا له؟ عفوا في مهامة تفضل عبد العزيز ماشي هو المسؤول عن التواصل مع المديرية ومع الوزارة بالنسبة لأي أي إمرجنسي أو أي تفشيات في المنطقة. صحيح، إذا أنتم تعتبرونه هو الفوكل بوينت حقتكم، يعني هو نقطة التواصل والاتصال بالخارج، خارج الإدارة سواء على مستوى مديرية ولا على مستوى وزارة. ممتاز 100% صحيح. شكرا عبد العزيز. أيوة، في حد عنده المشاكل اللي تواجه حل المشاكل اللي تواجه المنسقين في البرامج، يعني يساعدهم في حلها. ممتاز ممتاز صحيح فعلا. لكن أنا مثلا أقول لكم النقاط الأساسية، أنا كمدير مثلا، أنا كمدير إدارة مكافحة العدوى، يهمني أيضا أنتم لذلك إحنا نتكلم عن بناء القدرات، نتكلم حتى ما بدأنا بمدراء، حتى معاكم أنتم في أي مشاكل. هذا طبعا هذا شيء جانبي. في أي مشاكل حاولوا دائما أنكم لما تروحون عند مديركم أنكم قولوا هذه المشكلة وعندنا الحلول، يعني لا ترجعون دائما في أنه يقدم لكم هو دائما الحلول. دائما أنتم بالنهاية ترى أنا أعتبركم أنتم في المديرية مدراء، كل واحد منكم مدير، لأن من أنتم الموظفين التابعين لكم منسقين في المستشفيات. قد تكونين أنت عليا بالنسبة لمديرك، يمكن أكثر موظفين تابعين لك أكثر منه، لأن أنت كل المنسقين اللي في المستشفيات ترى تابعين لك فعلا، يأخذون منك الأوردرز والمتابعة ويقدمون لك مشاكلهم ويتعاونون معك في إيجاد حلول. يعني هذه فكرة، يعني دائما لا ترجعون للمدير هو اللي لازم يضع لكم الحل، لا، كف مساعدة ممكن أنه يضع، ممكن يساعدكم في بعض النقاط الدعم ممكن، لكن دائما نحاول إحنا أن فعلا نوجد حلول لأي مشكلة قد تواجهنا ونضعها اللي بمقدور يقدر يساعد فيه أو يكون في دعم فيه. طيب إحنا هذا تكلمنا، إذا في أحد يعني القصد يكون القصد يكون يعني قصدك. المشاكل زي الهيومن ريسورس، يعني محتاجين للإدارة هيومن ريسورس، فهذه أوكي. المشاكل أوكي. يعني محتاجة المدير. ممتاز، إذا أنت عند قصدك إنه المشاكل اللي تحتاج دعم إداري بحت لا يتم تحقيقها إلا بدعم من مدير أو بأوردر من مدير، لكن أي هذا فهمتك صحيح صحيح 100%. طيب هذه تكون من صلاحيات المدير، فيه نقاط كثيرة تكون من صلاحيات مدير ما تكون من صلاحياتي أنا، بالتالي لازم نرجع للمدير حتى يمارس صلاحياته في حل هذه الإشكاليات. طيب في أحد عنده نقطة على المدير ولا نكمل على الأقسام الأخرى؟ بالنسبة لتوزيع الصلاحيات. عليكم السلام، تفضل. مين؟ أحمد خطة. تفضل سيد أحمد، معانا عاد مدير عام، تفضل. دكتورة كذلك، يعني كيف كل منسقة مثل ما قلتي مدير برنامج يحل المشاكل حقته بدون ما يرجع في مشاكل، يعني ما يحتاج انها تتصعد مثلا مشرف قسمة السيرفيلنس، ممكن هو يحلها من عنده مثلا. صحيح هذا ايضا تعيد المعوقات. صحيح، يعني هذه الان تسمعونها انتم رأي مدير ادارة مكافحة عدوى الان، هو من اراء ان هذه بتساعد، وهذا فعلا حقيقة، ان لما المدير اداره مكافحه العدوى يكون عنده مهام كثيره سواء داخليه او سواء خارجيه، لا يعني ما يحتاج ان نرجع له في كل صغيره. في بعض المشاكل ايضا لانها تثري الشخص، انت لما تقع في مشاكل وتجد لها حلول وانت يعني تمارس هذه الحلول وترى تاثيرها، ترى تسقط شخصيه الشخص، يعني تخليه، يعني انتم في النهايه قاده، يعني كل واحد منكم قائد بحد ذاته في مكانه، أي شخص يعمل في وزارة هو قائد، أي شخص يعمل في مديرية هو قائد، أي شخص يعمل حتى على مستوى إدارة مستشفى هو قائد. فمثل ما تفضل أستاذ أحمد، فعلا دائما نحاول إحنا أن نوجد حلول وأن نحلها. ممكن أنا أرجع في النهاية إلى مديري إذا كان شيء أساسي أني أرجع له في أشياء، حتى ممكن أبلغه ترى المشكلة هذه صارت وتراني حليتها بهذا الشكل، عشان يكون عنده بس على علم وعلى اطلاع. شكرا لك استاذ احمد. في ايضا في احد كان في مداخله، معليش. الله يجزاك خير، تفضل. بالنسبه للمساعد مدير الاداره، اي الان هو مرتبط بالهيكل بخط افقي، صح ولا لا؟ صحيح. هل هو بس مسؤول عن القسم الاداري كحضور وانصراف واشياء اداريه، او هو له علاقه في الاشراف الفني؟
لا لا مساعد إيه مساعد إيه لا مساعد مدير يمكن إيه أوكي مساعد مدير مكافحة العدوى له علاقة مباشرة مع مديرة اللي هو مدير إدارة مكافحة العدوى. هو يكون مسؤول فنيا بشكل فني عن العمل داخل إدارة، هو بالنهاية مساعد لك، فأنت جميع أعمالك الفنية هو اللي بيساعدك فيها. يعني مو شرط يكون إنه مقابل القسم الإداري يعني. لا 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 هو يعني إنه نفس الليفل، يعني هو ممكن يكون إحنا حطينا بهذا الليفل إنه يكون نفقي لأنه هو يكون له علاقة مع القسم الإداري، فممكن يعطي هو أوردرز للقسم الإداري في المتابعة في whatever، يعني يكون فيه إنه له سلطة موجودة معهم. طيب بالنسبة لو حطينا المساعد الإداري بشكل رأسي مع تحت مدير الإدارة، هل تختلف؟ لا قصدك إنك بس تطلع المستوى حق المساعد تحته المستوى القسم الإداري صح؟ لا لا يعني أنا لو حطيت المساعد الإداري تحت مدير الإدارة مباشرة. أي لا 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 هو لا من ناحية المفروض إن ما يكون في أي عائق بين أي قسم وبين مدير الإدارة، ما يكون. أنت لما تحط المساعد معناته إنه ما في شخص يعني أقسام الثانية لا الترصد ولا التخطيط ولا البرامج ما يقدرون they can go through لك كمدير بدون ما يمرون على مساعدك، وهذا لا، المساعد هو داعم وليس هو يعني ما يكون يعني الأساس اللي يرجعون لجميع الإدارات الأخرى. طيب الله يجزاك خير شكرا. الله يخليك العفو. طيب القسم الإداري، إحنا عندنا حاطين قسم إداري، أنا أعرف إن في بعض المناطق ما عندهم أقسام إدارية. طيب أنا راح أقولكم بس بشكل سريع إيش فائدة القسم الإداري، هل ليش أنا إحنا طلبنا أن يكون في قسم إداري. إحنا كأشخاص فنيين أنا ممكن يضيع وقت طويل في أني أكتب خطاب، صحيح؟ تتفقون معي صحيح؟ صحيح صحيح صحيح. هي عند الجميع إشكالية، أنا ممكن يروح يوم كامل عندي في أني أصيغ خطاب، يروح يوم كامل عندي يوم عمل كامل عشان أروح أتابع معاملة لي في داخل المديرية. لذلك إحنا مهم جدا وجود القسم الإداري، قسم الإداري قسم مهم جدا، قسم داعم لك في متابعة أعمال أو اللي هي الأشخاص الفنيين عندي في الإدارة، متابعة أوراقهم، رفع معاملاتهم، متابعة المعاملات، وأيضا في المساعدة في مثلا اللي هو البرنامج الآن اللي إحنا نسميه بين الآن مو سهل غيره، أيضا في متابعة المعاملات فيها وكتابة حتى المساعدة في كتابة الخطابات. لذلك إحنا نقول إن القسم الإداري مهم. بعض المديريات يقولون إحنا عندنا أصلا في المديرية قسم إداري ممكن يساعدنا في هذه الأشياء في هذه النقاط، وبالتالي ممكن نستغني عنه لعدم مثلا وجود الموارد البشرية. إذن هذا يرجع في النهاية إلى عملكم، لكن إحنا هذا إحنا يعني هذا من وظائف القسم الإداري اللي ممكن تكون داعم، إحنا سميناها قسم إداري لكن هو كشخص واحد يكون كافي بإذن الله. طيب الآن إحنا بنتكلم على الأقسام، إحنا لما قسمنا قسم الترصد ومكافحة التفشيات، قسم التخطيط والتطوير، قسم إدارة البرامج، قسمنا كل قسم بحيث إن المهام تكون وأعمالهم نوعا ما متشابهة. لما تكون أعمالهم نوعا ما متشابهة نضعهم في قسم واحد. مثلا هل قسم الترصد ومكافحة التفشيات يعني إحنا حطيناها باللون هذا الذهبي بحيث إن إحنا نبغى لكل قسم شخص مختلف يكون مسؤول عنه. قسم الترصد يكون مثلا مسؤول عنها أحمد، التخطيط والتطوير تكون مسؤولة عنها أسماء، إدارة البرامج مثلا تكون مسؤولة عنها هيفاء. فعندنا ثلاث أشخاص هم يكونوا مسؤولين عن قسم كامل بمهامة المترابطة والمتشابهة، عشان كده احنا حطيناها في بلوك أو في مصفوفة واحدة. طيب هل مثلا قسم الترصد ومكافحة التفشيات هل لازم يكون قسم رئيسهم واحد شخص مثلا اسمه أحمد، برامج التفشيات مرتبطة مثلا يكون فيها مسؤول عنها ندى، وبرامج التقصي يكون مثلا مسؤول عنها سين من الناس، هل لازم كل واحدة؟ لا مو بالضرورة، احنا في النهاية نرجع زي ما قلنا الى العنصر البشري الموجود عندنا. اذا انا ما عندي الا شخص واحد ويكون هذا الشخص كفء بانه يقوم بهذه إدارة الأربعة هذه كلها كشخص واحد، ويكون حجم العمل مناسب انه ممكن شخص واحد يقوم فيه، زي ما قلنا يرجع دائما الى المدير، المدير لازم عنده يكون له الرؤية هذه. اذا كان حجم العمل مناسب يكفي انه يكون في شخص، لكن احنا نقولكم بشرط انه اذا كان حجم العمل كبير لازم يكون معه فريق داعم، وخصوصا بسبب أهمية هذا القسم، وهكذا بقية الأقسام. إذا كل قسم لازم يكون فيه شخص أساسا مهامة يكون متناسب قدراته ومهاراته مع هذا القسم. بمعنى أنا مثلا وحدة التخطيط والمتابعة والتقييم،
أحط فيها شخص أساساً ما عنده أي خبرة في هذا العمل ما راح يؤديه، ولا راح المفروض أني أطالب أنه بيؤدي هذه الأعمال، ما هي من اختصاصه، ما هي من خبرته، فلذلك لما ما يقدم فيها أنا ما أحاسبه. إذن مهم جداً لما أضع الأشخاص أنهم يكونوا مناسبين لهذه الأقسام، هذه النقاط المهمة جداً. طيب إحنا معانا يعني واحد من الأقسام اللي راح نتكلم عنها بشكل نوعا ما تفصيلي، اللي هو برنامج التفشيات المرتبطة بالرعاية الصحية وفريق الاستجابة السريعة. هذه لأن إحنا هذه السنة ضمينا البرنامجين حطناهم مع بعض، كانت إذا تذكرون سابقا الأوتبريك منفصل عن الأرارتي، الآن دمجوا مع بعض. فمعنا الأستاذ يحيى راح يتكلم على هذا الجزئية بالذات بسبب أهميتها، لأن أنا أبغاكم أنتم تكونون زي ما قلنا أنتم سفراءنا في المناطق، فنحتاج منكم أنكم يعني تنشرون هذه الفكرة. فأستاذ يحيى موجود معنا؟ يحيى السلام عليكم، مساء الخير عليكم جميعا. المعذرة دكتورة فايزة، بس يحيى جاته مهمة عمل وأنا بغطي إن شاء الله. أوكي تفضل دكتور ناصر. معنا دكتور ناصر رئيس قسم الـ Outbreak ومع الـ Rapid Response Team، تفضل. هل هي واضحة لك دكتور؟ أنا بعرض من عندي دكتورة بعد إذنك. ممتاز، إذا خلاص تفضل. واضحة لكم الآن؟ اي واضحه تفضل. طيب يعطيكم العافيه جميعا. شكرا دكتوره فايزه لتحت الفرصه. اليوم بتكلم بشكل مبسط عن برنامج التفشيات المرتبطه بالرعايه الصحيه وفريق الاستجابه السريعه المركزي بديوان الوزاره. طبعا نبغى نتكلم بشكل مبسط عن الرؤيه للبرنامج، هي تطبيق اعلى المعايير وتحسين وتنفيذ التعامل مع التفشيات الوبائيه المرتبطه بالرعايه الصحيه داخل المنشآت الصحيه، وهي رسالة الحد والسيطرة على التفشيات الوبائية في المنشآت الصحية من خلال الكشف المبكر عن التفشيات والطرق العلمية لمعالجتها وتطبيق معايير مكافحة العدوى بداخل المنشآت الصحية. طبعا اكتشاف والتفشي الوبائي بالمنشأة الصحية وقت حدوثه يساهم كثيرا في الحد والسيطرة عليه وانتقاله بين المرضى المنومين بالمنشآت الصحية. الأهداف دائما الأوت بريك نتكلم وبرضو الرابيد ريسبونس تيم هو تبادل المعرفة والخبرة واستنتاج التعامل مع التفشيات الوبائية بما يتوافق مع المراجع العلمية المعتمدة ورفع جاهزية التدخل العلمي. أيضا لو تلاحظوا ويلاحظوا الزملاء اللي موجودين في المناطق والمحافظات، دائما عند حدوث أي تفشي وبائي بأي منشأة صحية يكون تبادل الخبرات والمعرفة بين البرامج المتعلقة بمكافحة العدوى وأيضا البرامج أو الأقسام الموجودة بالمنشآت الصحية يكون بنطاق واسع. فدائما هو عملنا بريفنشن يأتي قبل السيطرة، من هنا نقدر نكتشف الديفكت اللي يمكن يكون موجود في المنشأة الصحية والتعامل معه بوقت مبكر. طبعا مهام البرنامج الحالية هي التفشيات المرتبطة بالرعاية الصحية يعني Health Associated Infection وبلس اللي هو متابعة إصابات الممارسين الصحيين بكوفيد-19. طبعا كل ما يتعلق بإجراء التفشيات المرتبطة بالرعاية الصحية من خلال آلية عمل موضحة بالدليل العلمي المحدث الصادر بتاريخ بسنة 2022، أيضا متابعة الممارسين الصحيين وإصاباتهم بكوفيد-19 حتى لا تتعطل الخدمة للمرضى وعدم إصابتهم أيضا بالأمراض الناشئة والمستجدة من قبل مقدمي الرعاية الصحية. ارتباط البرنامج مثل ما ذكرت في السابق هو برنامج التفشيات ارتباط برنامج التفشيات المرتبطة بالرعاية الصحية بجميع المنشآت الصحية، حيث أن حدوث التفشي الوبائي قد يحصل بأي منشأة صحية مقدم الرعاية الصحية. طبعا يمكن البرامج الثانية تستهدف بعض المنشآت الصحية بعكس اللي هو الأوت بريك والريبيد ريسبونس تيم، هي تستهدف جميع المنشآت الصحية، جميع المستشفيات بجميع سعتها السريرية، جميع المراكز الطبية التخصصية، جميع المراكز الصحية. أيضا البرنامج يخدم جميع المنشآت الصحية المقدمة من وزارة الصحة. تعريف بسيط عن العدوى المكتسبة داخل المنشأة الصحية، هي العدوى المكتسبة من المنشأة الصحية نفسها وعادة تكون مرتبطة بالرعاية الصحية نتيجة تعرض لمسببات الأمراض بعد يومين من دخول المريض المنشأة الصحية.
تفشي المرض هو بشكل مبسط زيادة في معدل الإصابات المرتبطة بالرعاية الصحية والتي تم رصدها في فترة زمنية ومنطقة محددة وبينهم رابط وبائي يدل على أن مسبب العدوى هو مشترك بين المرضى المنومين. فعندنا القاعدة اللي احنا دائما ماشيين عليها هو نفس المكان بلس نفس التوقيت نفس نوع العدوى وتكون مرتبطة وبائيا. لماذا يتم رصد التفشيات الوبائية بالمنشآت الصحية؟ طبعا أهم نقطة هي تحديد عوامل الخطورة المسببة للتفشيات الوبائية والتي يمكن الوقاية منها، أيضا تدريب ممارسين مكافحة العدوى بالمستشفيات على التشخيص المبكر للأوت بريكس وكيف التعامل معه، أيضا العمل على منع تكرار حدوث الفاشيات الوبائية، وأيضا الاستفادة من الفاشيات الوبائية بعمل الدراسات العلمية حتى نتمكن مستقبلا من منع حدوثها. تأثير التفشيات المرتبط بالرعاية الصحية هو تأثير مباشر، طبعا يكون في زيادة معدلات الإصابة بالعدوى لمرضى منومين غير مصابين، أيضا ارتفاع في معدلات الوفيات وزيادة مكوث المريض في المنشآت الصحية بسبب العدوى، مما يساهم بشكل مباشر لتعثر الخدمة للمرضى الآخرين. نتكلم عن الويتنج ليست، نتكلم برضو عن جلوس المريض في المنشأة الصحية بسبب غير مقنع حصوله على عدوى هي كان ممكن منعها عن طريق تقديم رعاية طبية أفضل، أيضا زيادة التكلفة العلاجية نتيجة الإقامة الطويلة للمرضى بالمستشفى وخاصة الرعاية الحرجة، أيضا استوطان بعض الميكروبات نتيجة زيادة عددها في حال حدوث التفشي الوبائي. أسباب التفشيات الوبائية داخل المنشآت الصحية هو عدم التزام تطبيق معايير مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية، وإحنا اليوم الحمد لله الريفرنس جميعها موجودة، الجايدلاينز جميعها موجودة ومتوفرة بأسهل الطرق، البوليسي والبروسيجرز اللي موجودة في المنشآت الصحية برضو المفروض أنها تكون أبديتنج على النظام الجديد وتكون متابعة ومساهمة في عملية متابعة الريفرنس الصادر من الجي دي آي بي سي، زيادة عدد أمراض زيادة عدد المرضى المنومين والنقص الشديد في الكوادر الطبية وخاصة في أقسام الرعاية الحرجة، إجراء العديد من التدخلات العلاجية للمرضى، نقص في الأجهزة اللازمة للتشخيص ونقص الإمدادات الكافية من الملابس الوقائية المطهرات المنظفات وعدم العناية بالمرضى وعدم تطبيق الحزم الوقائية، وأيضا نقطة مهمة هي تلوث البيئة المحيطة بالمريض داخل المنشأة الصحية. آلية التعامل مع الفاشيات وتفعيل فرق الاستجابة السريعة هي مثل الآلية الجديدة اللي انطلقت في سنة 2022، طبعا يكون الإبلاغ عن طريق المنشأة الصحية ويكون الإبلاغ دايركت للتجمع إن كيس إنه موجود، برضو الإدارة مكافحة العدوى بالمنطقة والمحافظة والإدارة العامة لمكافحة العدوى والمنشآت الصحية. يمكن هنا في كونسبت عند بعض الزملاء أو مفهوم خاطئ أنه لازم يأخذ الأبروفل من التجمع أو من المديرية وبعدين يبلغ الجي دي آي بي سي، لا إحنا دائما نقصد أنه التبليغ على حد سواء للجميع مرة واحدة، هو البلاغ ما يعتبر ديفكت بالمنشأة الصحية، بالعكس هو يعتبر شطارة بالمنشأة الصحية أنها قادرة على اكتشاف الأوت بريكس اللي حاصل، ويكون الإبلاغ لجميع المستهدفين بشكل واحد، أيضا يتم تحديد مستوى الأوت بريك سواء A أو B أو C، وهذا ما إحنا ما نحدد فيه هو نوع الأوت بريك، هو الكلاسيفيكيشن أوف انترفينشن مثل ما أنتم مطلعين على المانو اللي هو الكلاسيفيكيشن أوف انترفينشن اللي يكون على مرحلة من المنشأة نفسها وتجمع الصحي، ومن ثم إذا كان في زيادة في الأعداد تنتقل على مستوى المديرية وبمشاركة التجمع الصحي، وفي حال احتاجت المديرية بناء على الريسك اسسمنت والوضع الحالي للأوت بريك يتم تصعيدها لديوان الوزارة. طبعا الدعم والمساندة حسب التصنيف العلمي ووضع الاستراتيجيات اللازمة للتدخل وتعليمات الوقاية بعد حدوث الأوت بريك. النموذج اللي أمامكم هذا نموذج الكوركتيف أكشن بلان واللي يتبع دائما واللي يتسلم لأغلب المديريات حاليا، هو نموذج سهل ومبسط ويسير. طبعا النموذج ميزته انه هو يحسب مدى تقدم الخطة التصحيحية. عادة احنا نعمل الخطة التصحيحية وللأسف بعض الأحيان يمكن ما نكون نتابعها ما نسوي فولو-أب عليها صريح، فونس انه انا عملتها بالشكل هذا خلاص انا عارف البروجرس عقي وعارف مدى وصولي للنجاح المستهدف او المتوقع. فاحنا دائما نتكلم انه يكون في كليرنس الاوت بريك انتهاء الحالات برضو تكون مربوطة بالخطة التصحيحية، انه يكون الافريج بين 80 الى 85.
حتى لو قلنا أنه الأوت بريك انتهى لازم إحنا نعمل خطة تصحيحية، لأنه مثل ما ذكرت سابقا عملنا دائما في الأول يأتي بريفنشن. تقرير المتابعة طبعا يصدر تقريرين متابعة على مستوى الإدارة العامة لمكافحة العدوى والمنشآت الصحية بشكل أسبوعي، هو تقرير إصابات الممارسين الصحيين بكوفيد 19، أيضا تقرير الأوت بريك ويكلي ريبورت اللي يستهدف جميع المنشآت الصحية بالمناطق والمحافظات. طيب أنا كده دكتورة فايزة انتهيت من العرض، ويعطيكم العافية، أنا جاهز لاستقبال الأسئلة. الله يعطيك العافية دكتور، ما قصرت. في أي منطقة عندها أي سؤال؟ طيب إحنا ذكرنا البرنامج التفشيات مرتبطة بالرعاية الصحية وفريق الاستجابة السريعة كمثال. الآن كل مربع من هذه المربعات هو برنامج بحد ذاته يعمل بشكل تفصيلي. شاكرين للأوت بريك والأرارتي قدمونا برنامجهم بشكل تفصيلي والعمل فيه كخطوط أو نقاط أساسية. إذن هذا بس عشان نعرف أن كل مربع فعلاً فيه جهد وعمل فريق كامل، ما هو بس يعني بس ككتابة اسم أو ككتابة عنوان. هذه من النقاط عشان كده حبينا نشاركها معاكم. طيب الآن أنا عندي سؤال، عندي بقسم الترصد ومكافحة التفشيات، في أحد ممكن يعطيني فكرة ليش أنا الثلاث هذه الأقسام حطيتها مع بعض؟ ليش التفشيات والأرارتي والسيرفيلنس والأمار حطيناها مع بعض؟ ليش حطيناها في قسم واحد اللي هو قسم الترصد ومكافحة التفشيات؟ كل قسم يكمل القسم الثاني. فعلا عندنا فعلا تفضل مين؟ It's all related يعني to each other somehow. ممتاز ممتاز صحيح، البرامج هذه بالذات لها علاقة مع بعضها البعض في عملها، سواء الاوت بريك السيرفيلنس الام ار بتلقون فيه تشابه كبير في الأداء، لذلك اساسا احنا وضعناها في قسم واحد. طيب في من النقاط ايضا اللي ممكن يعني ان نتكلم عنها، الار ار تي فعلا دخلناه في برنامج التفشيات، لكن يعني المهم البرنامج هذا جدا الار ار تي، لذلك دائما القائد الار ار تي نفضل انه يكون نفسه مدير اداره مكافحه العدوى، يكون هو نفسه قائد الار ار تي. لذلك هل مدير اداره مكافحه العدوى مثلا خصوصا في بعض المناطق هل المفروض انه بس فقط يكون مدير؟ ممكن يشارك في بعض الاقسام هذه، واحنا ذكرنا كمثال انه يكون هو قائد الار ار تي، تمام؟ وأيضا نبني عليه نفس الشيء، المساعد ممكن يكون ماسك هو نفسه قسم إدارة البرامج كمثال. طيب عندنا إحنا مثلا زي النقطة اللي قلناها وأبغى أكررها لكم، قسم الترصد ومكافحة التفشيات هل لازم يكون له شخص برنامج تفشيات شخص مختلف، والتقصي شخص ثالث، والميكروبات شخص رابع؟ من حاب يشاركنا في هذه النقطة؟ لا يفعل في شيء. ايوه مين؟ والله احمد العرف في المدينه. تفضل احمد. والله يعتمد على اللود حق نفس البرنامج، اذا كان عندي مستشفيات كثيره وكذا ما ممكن ما يقدر يغطي السيرفيلنس والاوت بريك والار ار تي سيم تايم، يعني 100% كلامك صحيح. اهم شيء اللود، انا فعلا قسمتها كقسم لان الاعمال متشابهه، لكن هل الواحد يمسك الاربعه؟ أهم شيء اللود العمل، هل هو يقدر عليه أو لا؟ إذا كان قادر عليه كان العمل قليل، ممكن الأربعة هذول يمسكها شخص واحد أوكي، إذا لا يكون لكل من هذه الأقسام شخص مختلف، ممكن حتى تصل إن لكل شخص لكل من هذه البرامج يكون معه تيم أيضا لأن حجم العمل عالي. طيب نفس رئيس قسم الترصد، نفس الرئيس قسم الترصد ممكن يمسك مثلا اللي هو التقصي معه كماسك رئاسة القسم وماسك أحد البرامج، ما يكون بس رئيس وفقط يعني متابع للثلاث أقسام من غير ما يكون يعني من غير ما يكون هو ماسك رئاسة أحد هذه الأقسام. ونرجع أيضا نكرر لللود العمل فعلا له دور كبير، لكن أكرر لكم أنه مثلا رئيس القسم مو بضرورة فقط يكون رئيس قسم، ممكن رئيس قسم ورئيس برنامج. طيب بننتقل اللي هو القسم الثاني اللي هو قسم التخطيط والتطوير. قسم التخطيط والتطوير حطينا فيه اللي هو ثلاث أقسام أساسية، منها وحدة التحول. ليش تتوقعون حطينا وحدة التحول بهذا الشكل؟ وحدة أساسية منطقة الشمال، يعني معلش ما عاد أتكلم بأسماء المناطق، منطقة الشمال في أحد ممكن حاب يشاركنا ليش حطينا وحدة التحول كوحدة أساسية؟
لأن أغلب المناطق مقبل على التحول. ممتاز، أغلب المناطق مقبل على التحول فعلا. طيب أنا ليش أحط، حتى لو كان ليش أنا أحط عندي وحدة، ليش أنا أقول إن أنا تفضل على أساس نجهز الأفكار والآلية أول ما يجي التحول على طول نكون جاهزين. ممتاز. تدرون يعني أنا أشارككم إحنا تجربتنا في الإدارة. إحنا لما كان بدأ التحول كنا من بداية عملية التحول شاركنا فيها، بداية عملية التحول عملنا فيها، بداية عملية التحول أصدرنا فيها وثيقة. كل هذه النقاط ساعدت في إن كثير من المناطق كانت عملية التحول بإدارة مكافحة العدوى عملية سهلة، عملية منظمة، عملية ما فقدت فيها المهام. إذن وجود التحول أو وحدة التحول لإيماننا الكبير إحنا كإدارة مكافحة العدوى وإيمانكم أيضاً أنتم الموجود بأهمية الموضوع. إذا ما وجدت إدارة وحدة التحول، ما وجد من يتابع، ما وجد من يتابع الوثيقة، ما وجد من يتابع أداء الأعمال وتقسيمها، بتضيع مهام كثيرة عندنا، وبنجد نفسنا بعد سنتين نرجع ممكن إلى نقطة الصفر في مكافحة العدوى. إذن وحدة التحول وحدة جداً مهمة. طيب وحدة التدريب والتعليم من مهامها إيش؟ من مهام الأساسية، أنا ما لا تدخل في التفاصيل، أعطوني مهمة أساسية فيها. إقامة الدورات التدريبية والتعليمية في الإدارة. ممتاز، طفلة صحيح، إقامة الدورات ممتاز. وأيضا لمعرفة برضو الاحتياجات التدريبية. صحيح، معرفة هذه من المهام الأساسية في وحدة التدريب، إنهم يعرفون الاحتياجات التدريبية. الاحتياجات التدريبية كيف يعرفونها؟ عن طريق المؤشرات، عن طريق ال غير المؤشرات برضو، عن طريق الريسك أسسمنت، تقييمك أنت كمسؤول برنامج لما تنزل تعمل فاليديشن، وزيارات برضو الآيكا. كل الأمور هذه تساعد أنا لمعرفة الاحتياجات التدريبية لكل برنامج. صحيح صحيح، كلامك صحيح 100%. حقيقة أنتم كسفراء والله يعني الاسم يليق فيكم حقيقة. جميع الجميع الجميع شارك بإجابات صحيحة وإجابات حقيقية وواقعية فعلا. إذا من التدريب مهم عشان أنا أسوي الريسك أسسمنت حقي، وأعرف منطقتي كيف وأي المواد أو المواضيع تحتاج فيها التدريب. هذه من مهامهم فعلا. أيضا البكسل من مهام هذه الوحدة، البكسل بكاملة بالعمل فيه، بمتابعة جودته، بمتابعة أدائه، من مهام هذه الوحدة. طيب عندنا أيضا الآن وحدة مهمة جدا، هي وحدة التخطيط والمتابعة والتقييم. إيش هي مهامها؟ المنطقة المعرفة الجنوبية شاركت معانا، الرياض أعتقد الرياض ما شاركوا، ما أعرف فاطمة أعتقد موجودة معانا اليوم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وحدة التخطيط، التخطيط ومتابعة البرامج، متابعة التقييم، متابعة حتى التحول، زي الريسك أسسمنت. هي إذن متابعة وتقييم الداخلية صح؟ أي للإدارة داخليا. ممتاز. إذا أنا هذه ليش أنا مهم عندي يكون عندي وحدة تتابع داخليا؟ ليش مهم؟ ليش أنت تبغين يكون عندك وحدة تتابع؟ طب أنا ممكن أشتغل من غير ما يكون عندي أحد يتابع. ما حتكون عندك نتائج، ما حيكون عندك outcomes إذا ما تابعتيها. تبغين تعرفين فعلا، كلامك صحيح، أبغى أعرف فعلا هل الأداء الأعمال قاعدين يؤدونها بشكل صحيح، هل في فعلا النتائج حقتها الأعمال كانت صحيحة، مؤشرات الأداء. وين الخلل؟ وين الخلل؟ ممتاز. ممتاز. صحيح. صحيح 100%. هذه كلها مهمة، عشان كذا ترى إدارة وحدة المتابعة والتقييم والتخطيط هذه من الإدارات اللي فعلا مهمة وممكن تأثر في مستقبل إدارتكم أو مستقبل الإدارة اللي أنتم موجودين فيها، بغض النظر عن مكافحة العدوى بشكل عام. هي من الإدارات المهمة اللي تطور في الإدارة وتطور في العمل. حتى التخطيط عندنا من النقاط الأساسية اللي هم يساعدونا في وضع الخطط التشغيلية، يساعدونا في وضع المؤشرات الأداء اللي تكون على بداية السنة، يساعدونا أيضا في وضع الخطط التحسينية التي بنيناها على المؤشرات فعلا اللي عملناها خلال السنة. طيب احنا عندنا في الإدارات الوحدات الثانية اللي باللون الذهبي، الجودة، الأبحاث، التقارير، هذه أيضا تعطي يعني ثقل للإدارة، لكن في بعض المناطق لأنها بسبب حجمها الصغير صعب أنها تكون موجودة. في بعض المهام إذا أنتم حابين أنها تقسم ممكن تقسم، كمثال وحدة التقارير
بدل ما تكون عندي وحدة خاصة أو شخص مسؤول عن التقارير تقسم على البرامج نفسها، فكل برنامج يكون مسؤول عن عمل التقارير الخاصة فيه. طيب عندي قسم إدارة البرامج، إحنا قسمناها بهذا الشكل. معلش أعتذر شكلي أنا طولت عليكم، فبس أعطوني بس 3 دقائق إن شاء الله ونخلص. قسم إدارة البرامج يكون عندي برامج تقييم المنشآت الإشرافية والذاتية، إحنا جمعناها في مكان واحد. هم من أهم عملهم إنهم يدربون المنسقين ويدربون المقيمين على أداء العمل وعلى تقييم المنشآت وعلى إدخالها في الموقع الإلكتروني. فعشان كده احنا جمعناها، هي ما تحتاج انه يكون مثلا عندي منسق برايمري هيلث كير، منسق دنتل، منسق ايكا، منسق يعني ما يحتاج، ومنسق كور كومبوننت، لانهم كلهم يقومون باداء العمل نفسه. احنا حطينا التدريب في كل هذا البرنامج، حطيناها في وحده التدريب، قسمنا الاكشن نفسه. اذا كان عندي مثلا تدريب مستشفيات المراكز الصحيه نحطها في قسم التدريب وما الى ذلك. عندي برنامج تطهير الايدي فصلنا، لان البرنامج جدا مهم وجدا مؤثر. عندي أيضا برنامج التعقيم المركزي، أيضا فصلنا له عمل داخلي، له عمل، له شوي له يعني خصوصيته، له عمل إنه يكون مثلا عندهم مشاريع، عندهم اللجان يدخلون فيها، الخطط الخاصة فيها، لأنه يكون نوعا ما له كينونية وله خصوصية في عمله، عشان كده حطينا له وحدة أو برنامج خاص فيه. آخر شيء برنامج خدمات مساندة، أيضا حاولنا أن يكون له منفصل نوعا ما بسبب خصوصيته، عنده مهام نوعا ما مختلفة، فلذلك حطينا له وحدة أو برنامج خاص فيه. له أيضا من مثلا مهامة الزيارات الخارجية للجهات المتعاقدة مع الإدارة مع المستشفيات، عندهم أيضا هم مشاريع، عندهم لجان، نفس الأجهزة عندهم أو عمل الأجهزة اللي احنا المركزيه اللي احنا نعمل عليها، مثلا الاجهزه اللي احنا نكون مسؤولين عنها كوزاره ونوزعها عن طريق في المناطق، فهذا ايضا من مهام البرنامج هذا متابعتها. ايضا مستلزمات مكافحه العدوى، من مهام هذه الخدمات المسانده انها متابعه توفرها، متابعه انها جودتها جيده. برنامج الخدمات المسانده ترى جدا مهم وله مهام جدا ثقيله إذا أديت بالطريقة الصحيحة، تمام؟ طيب، هذا الهيكلة بشكل عام، في أحد عنده أي تعليق؟ في عنده رؤية أن في قسم لا مفقود، في قسم لا نحتاج نضيفة، أو مثلاً في قسم ما أنا ما أحتاجه؟ ما رأيكم يعني؟ الله يعطيك العافية، تفضل. أول شيء يعني نشكركم على المحاضرة هذه، فعلاً يعني كنا نحتاج هيكلة للإدارات عندنا. إحنا حاولنا اجتهادياً نعمل هيكلة للإدارة عندنا، ولكن بالترتيب والتنظيم هذا يعني حيساعدنا جدا بشكل كبير إن نكون في الطريق الصحيح. الله يسلمك دكتور سلمان. الله يسعدك. بخصوص المشاريع والمبادرات، تمام، أنت ذكرت في الدليل إنه بعض المشاريع والمبادرات ممكن تندرج على حسب يعني القسم القريب منها. صحيح. اللي نحتاجه فقط الله يسعدك لو يكون في سرد أو بيان بجميع الإدارة المبادرات والمشاريع عشان نقدر نوزعها على الأقسام هذه حال ما يتم تنفيذها. والله يعطيكم العافية. الله يسلمك إن شاء الله. أنا بس حطيتكم كمثال، يعني إحنا كمثال الآن إحنا السي بي حقنا اللي هو بناء القدرات capacity building، أنتم ترون إنه يكون موجود وين؟ من فكر البرنامج هذا، من رؤية البرنامج هذا، من الطريقة اللي احنا قاعدين نشتغل فيها، المفروض يكون وين في أي من الأقسام الثلاثة اللي قدامي الآن؟ حيكون في قسم التخطيط. قسم التخطيط بالضبط. ممتاز، صحيح. إذا أنا من عملي، أنا من أي مشروع يطلع أيا كان، من الكور حقه اللي هو الأساس حقه، إيش هدفه أو إيش عمله، أو من الإدارات اللي تدخل فيه أكثر، أنا أضعف في قسمة. لذلك أنا مثلا حاولت أني هي الثلاث المشاريع الأساسية اللي قاعدين نشتغل عليها نوعا ما فيها مشاركة، حاولت أقسمها لكم في الدليل. مثلا الكلابسي الآن اللي قاعدين نشتغل عليه فهو باللوجيك في قسم الترصد ومكافحة التفشيات. عندي اللي هو في عندي برامج الآن قاعدين يشتغلون عليها اللي هو رفع مستوى المستشفيات، يمكن في يمكن 6 مناطق أو من الموجودين هنا داخلين فيها الآن، وكان اليوم أول اجتماع لهم في رفع مستواها اللي هم في الآيكا بالذات، برنامج الآيكا، فبيكونون في إدارة البرامج. أي مشاريع لها دخل بالبرامج تكون فيها. مثلا عندي برنامج جديد إن شاء الله راح يطلق اللي هو ريسبيراتوري، بإذن الله من عمله، من تقريبا يكون في متابعة، يكون فيها أعمال يعني مشتركة في الآيكا، لذلك بنحطها في قسم إدارة البرامج. فيعني هذه فكرنا الأساسي، كيف نقسمها بهذا الشكل.
لكن لا يمنع إذا كان عندكم أي تساؤل على أي برنامج أبدا في أي وقت ارسلوا لنا، وإحنا لو كانت فيها يعني نوعا ما داوت وفيها نقاش نناقشها على مستوى عندنا الإدارة ونبلغكم إن شاء الله بالريزولت. طيب في أي سؤال آخر؟ دكتورة تفضل. تفضل أستاذ أحمد. بالنسبة يعني رأيي هو هل هو هذا يكون صح ويكون بالنسبة لقسم الترصد ومكافحة التفشيات، أتوقع أنه يكون هنا لابد من وجود طبيب، لأن هنا في نواحي كلينيكية كثير في هذا القسم، ما أدري اتفقوا معايا ولا هو أي هو. أستاذ أحمد في النهاية زي ما قلنا يعتمد على اللي هو العنصر البشري وتواجده وتوفره عندك. إذا أنت عندك مثلا شخص يعني كل ما كان الشخص مؤهل ومناسب لأداء الأعمال وتلقونها دائما بالوصف الوظيفي، الوصف الوظيفي احنا سويناه خاص فينا وموجود عندنا في الموقع وتقدرون ترجعون له وتاخذونه كموديل لكم انتم. فعند المقدرة بالعكس احنا يعني نعطي دائما المينيمم، لكن لو حطيتها شيء اعلى هذا يعني ما في اي اشكالية. طيب الله يجزاك خير. الله يعطيك العافية. في اي سؤال ثاني؟ طيب دكتورة فايزة معلش انا اسفه، يمكن المفروض اني شوي انا ارتب اكثر. اي معلش تفضل، نبدا بالبنات يعني دائما عندي ليديز فيرست، فتفضل يمين. طيب هيفا. ايوه تفضل هيفا. دكتوره بالنسبه لبرامج سيلف اسسمنت التقييم الذاتي سواء للكوفيد 19 او للبرايفت دياليسيس، فبس استفسار اذا هو صحيح تندرج تحت قسم اداره البرامج؟ اي صحيح. طيب خلاص تمام شكرا دكتور. هي تابعه ايضا للبرامج التقييم المنشآت، اي شيء فيه تقييم اي شيء فيه اوديت فاحنا نحطه في قسم واحد. لكن احنا لما نحط مثلا برامج تقييم المنشآت هذا يعني له شخص مسؤول، لكن ممكن يكون معاه اشخاص يساعدونا في هذا البرنامج، ما هو بالضروره يكون في شخص بس واحد. شكرا دكتور. ايوه دكتوره فايزه اذا تسمحي لي. تفضلي. دكتوره بالنسبه للهيكل التنظيمي مهم جدا، بس أنا اللي لاحظ إنه ما يرسل للمستشفيات. أحس الهيكل الخاص لكم أنتم. أيوة يعني مثلاً أنا عشان أوصل لمنسق هالبرنامج أحياناً أحتاج لفة للمستشفيات، خصوصاً الناس اللي جاي جداً. فليش ما يكون يعمم على المستشفيات ومع رقم التواصل؟ أوكي أنا بقول لكم شيء، إحنا كإدارة كإدارتنا لما طلعنا الهيكلة طلعنا معاها قائمة كل شخص مسؤول عن أي قسم أو أي برنامج اسمه ورقم تليفونه وإيميله. طيب هذا إحنا وعممناه عليكم أنتم كمناطق، بالتالي المفروض يعني أنا أرى يعني إن كتنظيم للعمل مثل إحنا ما سوينا تأخذونها كيعني رو موديل لكم، أنتم تروحون ترسلون للمناطق تشاركونهم أيضا للمستشفيات عفوا تشاركونهم بقائمة بناء لما أنتم تنتهون من هيكلتكم بكل اسم كل شخص والإيميل الخاص فيه وترسل للمستشفيات عشان لسهولة التواصل. هذه إحنا سويناها وشكرا أنك نبهتين عليها، فعلا يعني هذه النقاط اللي ممكن أيضا تستخدمونها في تنظيمكم وفي عملكم الإداري وتطبقونها عندكم على منطقتكم أو على محافظتكم. تمام يعني أنا دكتورة ممكن أحط رقم التواصل أسوي لي مثلا نسخة من هذا الهيكلة للمستشفيات كدليل كقائمة. صحيح صحيح يكون هم عشان يتواصلون معه. بالضبط. الحاجة الثانية، هل ممكن أنا أضيف الرئيس الهيكل الأصلي مثل الصحة العامة أو مدير المديرية أو التجمع فوق يعني قبل مدير؟ ما يحتاج. أنتم إحنا نتكلم عن هيكلتنا. أنتم تبغون تروحون تضيفونها وتحطونها عشان يكون المدير يعرف إنه يتواصل بمين كل منطقة وهي خصوصيتها. إحنا ما حطيناها عشان لكل منطقة خصوصيتها، ممكن يكون لكل منطقة طريقة أو شيء مختلف، فبالتالي أنتم لما تأخذونها عندكم في المنطقة يمكن فعلاً أنكم توصلونها دايركت بهيكلية المديرية حقتكم. الله يعطيك العافية شكرا دكتورة. في واحد من الشباب أنا معليش قاطعته وأعتذر والله، فتفضل. إيه دكتورة يعطيك العافية أولاً. ثانياً وحدة التطوع الصحي إذا نقدر نضيفها، تعرف في منطقة المدينة منورة ومنطقة جدة يكون في حج عمرة، وغير اليوم العالمي لمكافحة العدوى والأسبوع الأيام للهاند هيجين،
فنحتاج التطوع الصحي، ما أدري إذا نقدر نضيفها في الهيكل التنظيمي أو لا. ممتاز، إذن هي متابعة للوحدة التدريب والتعليم، لأن أيضا من مهام وحدة التدريب والتعليم المشاركة في الحملات، فهي من مهام وحدة التدريب والتعليم أساسا، فتضاف في هذه يعني في هذا المكان، يعني لأنها في النهاية فيها تطوير وفيها يعني العمل التخطيطي والتطويري والتدريب، فتضاف مع وحدة التدريب والتعليم. أنا بالنسبة لي سؤال دكتورة معك فايع من صحة أسير. تفضل فايع. تفضل فايع. الله يكرمك دكتورة. بخصوص برنامج الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، أنت عارفة بالنسبة للبرنامج هذا ارتباطه مع إدارات خارج اللي هو إدارة مكافحة الأعدوى، عكس صحيح. الأشياء هذه. صحيح. آلية العمل عليه خصوصاً إنه إحنا كدورنا حسب الجي سي سي إنه أز كوردينيتور بالنسبة لنا إحنا كمكافحة عدوى. فكل البرامج الموجودة فيه يعني سواء الانتبايوغرام، انت عارفة تبع المختبرات وخصوصا مع السنة الجديدة قالوا خلاص يرجع تبع المختبرات يصير حتى مكافحة العدوى ما تجمع، السيدف نفس الحكاية، البروفيلاكسس تبع الفارماسي. فما أعرف كيف حيكون دورنا مؤثر في البرنامج هذا، خصوصا انه ارتباطه والإدارة المسؤولة عنه كإدارة رعاية صيدلانية هي المعنية في تطبيقه بشكل أقوى، فكيف أنا حيكون لي دور قوي في البرنامج هذا في من ناحية تطبيقه، خصوصا أنه ما لي السلطة على البرنامج هذا أني أشرف عليه على المستشفيات. أوكي، الـ AMR نوعا ما فعلا له خصوصية مختلفة، لأن إحنا جزء من إدارة مسؤولة عنه. احنا في عملنا في هذا الاي ام ار حاليا انه يكون عندنا منسق في كل اداره، في كل اداره مكافحه عدوى، في عندنا القسم الخاص فيه عندنا داخل الاداره لهم ارتباط بالاشخاص، مثل ما انتم ارتباطكم خارجي على مستوى المديريه احنا ارتباطنا خارجي ايضا على مستوى الوزاره. ان شاء الله يعني انا اعتقد انها قريبا بيكون فيها عمل فيه، وقريبا بيكون في تواصل معاكم ان شاء الله بخصوصه، فلو في اي تحديد او تعديل تبلغون باذن الله، وراح ناكد راح ااكد على القسم بما انه اذا يعني هو نوعا ما تحسون في اشياء غير واضحه او ممكن يكون في تداخلات، انا راح اكيد راح ارسل المسج راح ارفع المسج هذه عندنا داخل الاداره للاشخاص المسؤولين وابين لهم هذه النقطه، فاذا انتم تحتاجوا مثلا اجتماع عاجل معاهم وتفر اكيد يعني راح ابلغهم ويشوفون يعني الاشكاليه او يشوفون يعني اذا كان في مثلا امكانيه للاجتماع، وخصوصا اذا في اي تحديث او يعني او نقاط المفروض انكم تكونوا على علم فيها باذن الله بيكون في تواصل مباشر معاكم اكيد. طيب دكتورة ما فيه إمكانية من استقلال قسم التعقيم اللي يكون إدارة بدل ما يكون برنامج كبر حجمه وكبر مشاريعه وارتباطه بالمشاريع والتجهيزات يكون هو غرف العزل تكون إدارة مستقلة عن مكافحة العدوى؟ قصدك يطلع عن إدارة مكافحة العدوى يعني بشكل كامل؟ نعم يكون إدارة مستقلة لارتباطه بإدارة التجهيزات. هو يعني هو في يعني كان يعني أتذكر أنا أول ما جيت الإدارة كان في مثل نقاشات، لكنها ما هي موجودة بقوة أو إنها طبقت أو إنها يعني دعي لها بقوة على هذا الموضوع، كون إنه يعني مكافحة إحنا نتكلم على قسمنا يعني، وإن حتى لو كان طلعوه لقسم خارجي وكان لإدارة خارجية يظل وجوده كبرنامج أساسي عندنا في مكافحة العدوى، لأن من النقاط الأساسية اللي هي المتابعة الستاندردز اللي خاصة بمكافحة العدوى فيه، فإنه يطلع بشكل خارجي صراحة حقيقة ما في شيء قريب إلى الآن، لكن يظل وجوده مهم داخل الإدارة. بس أنا بذكركم جميعاً اللي ما حضر بس كمناطق يحضرون بس بالشات لو في أحد ما حضر. طيب في أي سؤال ثاني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. بس هيك على القوى العاملة، احتياج القوى العاملة في الوثيقة اللي أرسلتوها منطقة الرياض طبعاً، هل هو العدد ثابت؟ طبعاً هو مو بس بسألك هل هو يشمل الإداري والفني؟ شوفي ال اي انتم اتوقع انتم في الرينج الرياض، انتم في الرينج كنتم؟ لا احنا يعني متعدين قليلا يعني باربعه او خمسه تقريبا. قصدك اكثر من 25 انتم؟
إيه بس كان سؤالنا هل هذا يشمل الكادر الفني؟ لا هذا هذا الفني، احنا نتكلم عن الفني. سؤال 25 من 20 الى 25 هذا فقط فني. فالعدد الاداري مش انكلودد. لا لا، وين كان انكلودد؟ يعني نحط احنا دائما ان الاداري واحد في اغلب الادارات، اذا كان مره العمل كبير يكون اثنين، هذا الاداريين اللي احنا يعني نرى انهم يكونوا مناسبين. طبعا احنا حطينا هذه الارقام يعني لو يعني اعتقد يمكن نسيت اني اذكرها لكم، لكن الاعداد هذه حطيناها تقريبيه، يعني ما هي يعني تسوون ولا اي، ما هي ثوابت، هي تقريبيه بنيت هذه الاعداد على عدد المستشفيات او المنشآت الموجوده في المنطقه، على حجم العمل فيها اجتهدنا فيها، وان شاء الله نكون اصبنا، لكن في النهايه هي تقديريه. يعطيك العافيه. شكرا. الله يعطيك العافيه، شكرا لك. في اي سؤال ثاني دكتوره؟ تفضلي. بس انا ما شفت دكتوره انه في شيء عن البناء والتاسيس، يعني مثلا الحين في مستشفيات بتفتح جديد او قسم بينشأ جديد، ما في احد يقول يعني هذا تابع لبرنامج الخدمات المسانده. هذه برنامج خدمات المساندة. احنا هنا شوفي لو تشوفين في بعد هذا بعد ما تبدون الهيكلة تلقون هنا مهام المنسقين في المديريات عند عدم وجود ولا وجود تجمعات، وتضغطون لينك يوديكم دايركت لموقع الإدارة وفيها المهام. لما تروحون لقسم الخدمات او الخدمات المساندة راح تلقون فيها المهام التفصيلية. انا ما قدرت اذكر لكم هنا لما تشوفونها تحت اللي هو المهام، حطيت لكم مهام يعني نقاط اللي هو واحدة او ثنتين على كل واحدة، يعني ما حطيت لكم الميجر، لكن عشان تروحون تشوفون اللي هي التفصيلية لازم ترجعون للمهام المذكورة هنا في اللينك، بتلقون فيها المهام من مهام الخدمات المساندة اللي هي الهدم والبناء، متابعة المشاريع وما إلى ذلك. ممتاز، الله يعافيك دكتورة. الله يسلمك. في أيضا أي سؤال؟ في طلب دكتورة، الله يسلمك. اتفضل. لو نقدر نحصل على سوفت كوبي من الهيكل هذه عشان نقدر نضيف عليها ونعدل على حسب الإدارة عندنا في المناطق. طيب أنا عشان يعني أكون صادقة معاكم، أنا ما سويتها بالبرنامج عادي، أنا سويتها في برنامج نوعا ما يعني يساعدني في وضع الهيكلة. أنا بشارككم بإني أعطيكم نفس البرنامج عشان تنزلون عندكم في مثلا الكمبيوتر ولا اللابتوب حقكم، وأرسل لكم نفس الهيكلة من نفس البرنامج فتشتغلون فيه. هو برنامج مرة صراحة فريندلي وأنا أحبه، يعني يساعدني في العمل كله، لما تحرك المربعات تتحرك مع الأسهم، فجميل يعني ممكن تستفيدوا منه. فبإذن الله راح أشارككم إياه في نفس الجروب. الله يعطيك العافية، شكرا. الله يسلمك، العفو. في أي سؤال ثاني قبل نختم؟ طيب في أحد؟ تفضل. أوكي أوكي طيب. أولا وأهم شيء أشكركم جميعا، سفراء التميز الإداري صراحة يعني أعيد وأكررها صراحة، يعني الاسم يليق فيكم، تفاعلكم، أسئلتكم الجميلة، إجاباتكم الرائعة، أشكركم جدا 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 عليها. أنتم فعلا بتكونون سفراءنا، أنتم الآن يعني أنا ما أعتبركم من مناطق ومحافظات، أنا أعتبركم داخل إدارتي معاي، إحنا فريق واحد قاعدين نشتغل مع بعض، إحنا قسم، أعتبره إحنا قسم من أقسام إدارة مكافحة العدوى في الوزارة، أعتبركم أنتم الآن قسم فيه اللي هو الكاباسيتي بيلدينج، فريق قاعدين نشتغل مع بعض، في النهاية بيصب في مناطقكم في محافظاتكم إن شاء الله، أنتم بتكونون أساس لرفع المستوى الإداري في مناطقكم ومحافظاتكم. أنتم يعني إحنا قاعدين نتناقش الأفكار، نتبادل الأفكار، نبغى نطبقها جميعا، أنتم صوتنا في المناطق، تمام؟ لذلك أتمنى أنه جميع الأشياء اللي إحنا نعطيكم إياها أو نشارككم إياها أنتم تكونون يعني القادة فيها في منطقتكم، وتنقلونها لزملائكم على مستوى منطقتكم أو على مستوى محافظتكم. إذا عندكم أي أفكار، الجروب نفسه موجود، أي أحد عنده فكرة أتمنى أن يشاركنا إياها. يعني مثل ما قلت أنا من الأول وأعيدها لكم، إحنا نبغى نستفيد منكم، وأيضاً مثل إحنا ما نحاول نفيدكم، إحنا أيضاً نبغى نستفيد منكم. وكل ما شاركنا الأفكار الجميلة هذه الجميع يطبقها، وإن لو ما طبقها إلا خمس مناطق هذا نجاح. فيعني شاكر لكم فضلكم، وشاكر حضوركم، وإن شاء الله بإذن الله اجتماعنا القادم بيكون في دورة الكاباسيتي بيلدينج إن شاء الله بشهر مارس،